قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. هاد السفيفة الحاج خديت منها 260 متر مزيانة. ايوا شوف لي الجعاب ديال الحرير كي جاوك. هادو خديت منهم 200 جعب حتى هما ماركة مزيان. والعقادة سيدي راه داكشي اللي كيعجبك. هادو خديت منهم 6300 شتيهم. شتي هاد الوان هادو انتوما ديما مبخرين مالكم خانجين. شيت انت هكاك الساعات سمع انتيا قالت لك الحاجه كريمه طلعي عندها دركا 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 سمعتيني؟ سمعتك. سيري انا جايه. ها سيري انا جايه. ها ومصيبه هادي سيري. اه هو هذاك شاف. اسمح لي الحاج نطلع نشوف الحاجة ونجي. مني هواك يا أمي. الحاجة ياك لاباس شنو واقع؟ وجدي راسك غتمشي دابا لطنجة. علاش ياك طنجة حتى نهار السبت؟ إي ولا لا البرنامج تبدل ما عندنا ما نديرو. شنو هما اللي عيطو؟ إي الحاج الكبداني براسو قال لك بغا 30 بياسة من الخياطة القديمة والجديدة. وطلق راسك الله يخليك دير السلعة في الطوموبيل باش ما يمشيش عليك الحال. واخا أنا غادي نهبط نجمع السلعة وناخد الصاك ديالي. لالا ها 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 باقا حتى لهاد الوقت هنايا ها كتصنتي القاعده هي القاعده. هلا انا غنجمع حوايجي باش نمشي للحمام نسخن عظامي شي شويه وها غدا وبعدو اما غنجيش نمشي نشوف خالتي في الدوار ومشي بلا رجعه. هنيتيني حتى انا ما غنرجعش عندك. الله يشويني فيك. ما نسيتش عندك سوارتي ديال البيرو؟ لالا كريمة هادو عير ديولك انت غادي يكون بقاو عند الخدامة. معليش مهم ما تنساش سلمي على خويا الحاج الكبداني السوارت غنصيفط شي حد يجيبو من عند هادوك المسخوطة. كوني هانية. مرحبا بسلامك. Thank you.
كيحسنك سيد حاجكي؟ لا كيتسناك الفوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ما نتسالك، جيتي في الوقت. نظرة واحد الحاجة. لاباس عليها وكتبلغ ليك السلامة سيد الحاج. سيد الحاج ياك لاباس، ما عجبتينيش. لا لا والو، غير مشطون بشي ناس غادي يجوا عندي من اسبانيا، هذا علاش. شنو تشربي؟ بلا ما نعذبك اسيد الحاج، ما كنتش معلومه، دابا يلا خصني ندخل عاوتاني للرباط. شحال جبتي معاك من البياسه؟ داكشي اللي طلبتي 35 بياسه مخلطه، فيها الخيطه البلديه والخيطه الروميه. مزيان مزيان. وجبتي معاك الشك؟ الحاجة ما عطتني شاسيد الحاج، ولكن المرة الجاية إن شاء الله نجيبهم لك بجوج بيهم. واخا المرة الجاية جيبي معاك الشك. أين أتينا نشوفه مع الحاجة؟ سيد الحاج أنا يلا نمشي دابا هاد الساعة نقبل الطريق. أمبرا واحد الحاج كيدير؟ الحاج هو الحاج، لا تولي وعويناته. الله يهنيك هاد الساعة سيد الحاج. السلام عليكم. الله يخليك اخويا، واحد القهوه خفيفه حط لي هنايا. الله يخليك. أشريفة أشريفة، تسني تسني شوية سيدي، خلعتيني. خديتها لك السيمانة اللي فات، نسيتيني؟ حقا نسيتك، ولكن برافو عليك، الصورة زوينة. هذيك الصورة خديتها لك بلا ما راك دير هذا الكاسكيط عاطي. أييه دابا تفكرتك، بلا ما راك أنت عطيتك 20 درهم. أييه وما كانش عندك صرف ومشيتي، وبقات عندي 10 درهم، ودابا غناخذ أختي واحد الصورة باش المرة الماجية مني تجي احنا ناضين. لا انا مساوقه فيك، مزروبه وما عنديش الوقت وما مستعداش. ما يمكنش، راه الصوره اللي ما كنتيش مستعده ليها كتطلع زوينه. انت ما تحركيش غير هنا. يا الله سيدي احنايا بس شوفي عندي، ما تحركيش. قول لي شنو سميتك؟ اسمي سليمان، موثق ذكريات. هاك سي سليمان، شوف غتصيفط عليا فهاد الايميل هذا. واخا صافي، الله يعاونك. الله يعينك سيدي.
أخبار حرب الطرق لا زال النزيف مستمرا. هذه المرة حادثة سير مقترنة بمافيا تهريب الكوكايين، حيث وجد رجال الدرك الملكي عينات من هذا المخدر بمسرح الحادثة، غير أن الملفت للنظر هو عدم وجود السائق أو من معه. وبالعودة إلى أرقام السيارة، أكدت مصالح الدرك الملكي على أنها مملوكة لنادية بن علي وهي مغربية الهوية. وفي تقرير مشترك للهيئة العليا المشتركة لمحاربة المخدرات بكل أشكالها، توصلت القناة الأولى أكد على أن ورغم جهود الدولة المغربية في محاربة المخدرات القادمة من خارج الوطن، هذا بنت الحرام غادي تجبد علينا المحل بشباب هذا الوطن. نهاية الأخبار، أتمنى لكم أوقات طيبة مع باقي برامجنا على الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله. ألو بوطاس، سمع مزيان اش غنقول لك. سمع مزيان، السلعة غادي تخويها من المحل دابا، قلت لك دابا. يلا مشكلة هذي، بغيت نعرف علاش مقلق. ما تخسرش لنا الجلسة، شرب كاسك. هذيك مات الحرامي اللي مشدات شدات، راه غادي نوليو فيران في المصيدة. وحنا مالنا؟ هذاك العور هو وصحابو راه ما غيرحموناش. ماشي تخليك هادشي الراس ياك نادي غير سكرتير عند اختك، والطوموبيل ديالها دبر راسها. راه ولا لا كبداني، راه هذا هو قانون اللعبة زعما، ولا نسيتي؟ شرب حسنا، انا كنشوف ان كل شيء غادي يرجع عليا في الاخر. هذاك العوار كيعرف بلي نادية خدامة عند اختي، خاصني نلقى الحل في اقرب وقت ممكن. شويه عليك، عيط للحاجه بعدا نعرفوا شو وقع ويحن الله. يلا الكبدان. صوبني مش مزيان. أنت الناس حليب. سحليم. كنظن هذه هي سبب الجريمة، الكوكايين. ممكن صوب هادشي بيرو تنسي حليب.
ما يمكنش، غادي نتغدى في البيرو. بسلامة. احتراماتي سيد العدل الممتاز، ها الملف ديال القضية. العنوان ديال السيدة مولات الطوموبيل راه عندك في الملف. هاد الشبكة يدها طويلة، وبغيتكم تكونوا فايقين، واللي كيهمنا هو رأس الحربة. الله يعاونك. احتراماتي سيد العدل الممتاز. شكون انت؟ انا الكونسييرج ديال العمارة، كان زون سيرفيس ابري لاغير. كتعرف ناديه؟ ناديه ناديه اللي في رقم 8. ناديه بنت السيد العربي النقاش الله يرحمها روح، كان صديق ديالي في الكيرة، ما كنتش كنتفارق انا وياه. راس قيطون واحد. شوف الشريف، ناديه اللي في رقم 8 واش ساكنه بوحدها ولا ساكن معها شي حد؟ ونكذب عليك، النهار مات المرحوم وهي بوحدها. هاد السيد هذا فكرتو فيه صديق ديالي الله يرحمها روح، ما كنتش كنتفارق انا وياه، كان البلاط والكور كينزل علينا بحال الشتا. واحد المره تلاح من الباراشوت تهرس. شوف راه لو كان ما تهرسش يكون راه باقي حي. لما تتعاود الزابورك يا داود. باتوا هنايا ما تخوتش عليا. طلع برا شي الطابله. شكاين؟ بغيتيني نعس تا دارو زرقا جاي تقعدو. شحال هادي ما شفت الدم. زريقة بغي يشوف الكبداني مبرز في القعدة. شكون اللي قال لكم ديروا في هاد الحالة؟ شوما السلك بداني رجل معقول وثقة. فين السلعة سي؟ راه اللي هدي راني قلتو راهي ما عرفت. إلا ما عرفتيش انت شكون اللي غادي يعرف؟ لأم أنا ما عارفش شنو جاري. وشنو مقابلنا؟ ما؟ اسمعني، السلعة في السماء تهبط في الأرض طلع. راه بلاش كش حد باغي يغرقني. واش عيب الله سنين هادي وأنا خدام عندكم. واش عمركم حصلتوا عليا شي حاجة ولا غير اليوم؟ أنا هاد الزابور ديالك ما غاديش ينفع معايا. السلعة تحضر ولا البحر؟ اختار. شوف انا راه ما عندي سلعه، راه ما عندي فلوس، اختي وراجلها راه تقتلوا في هذه القضيه. انا براسي قصدي نعرف شكون اللي دار هذا الشيء. انا ما كتهمني لا اختك لا راجلها، اللي كيهمني هو سلعتي ترجع. Yeah!
شوف هذيك خيتي تكون خدامه عندك ولا عند اختك، انا ما كيهمنيش. اللي كيهمني هو تحضرها. كيفاش شغلك هذاك؟ اش من الرباح عندي انا باش نسقم؟ هذيك خيتي راه لعبت بينا كاملين، لعبت بينا احنا كاملين. انا حتى شي واحد ما كيلعب بيا، فهمتي؟ شماتة ديال الخلا ضحك عليا انا، حتى شي واحد ما يضحك عليا. ديو بلاتي هاد اسمع، اعطيني غير اسبوع، اسبوع واحد وتجيب لك فلوسك كاملين وبزيد، وما تعرفني ما بقى نعرفك. انت تجيب لي فلوسي ها؟ الشماتة ديال الخلا تجيب لي انت فلوسي؟ 3 مليار ني غادي تجيبهم منين؟ منين؟ هسه اللي يمكن انت هو كان خدمت معك سنين متعددة وليت تقول لي الكل. انا كل انت كل انت والكلب رمي في البحر. السكانير كيبين باللي عندها ضربة في الراس نتيجة للحادثة. المهم عندي أنا دكتور، هو الذاكرة ديالها تبقى خدامة. زيادة على الضربة اللي عندها في الراس، المريضة تناولت واحد المخدر مفعوله قوي بحيث عنده قوة خارقة في إعاقة بعض الوظائف الأساسية في الدماغ. بحال كيف يمكن يكون هذا غير مؤقت؟ المهم ندير مجهودك يا دكتور، كتعرف باللي هي عندي أساسية ومهمة في القضية. مادام أنها مرتبطة بقضية غادي يكون عندها اهتمام خاص. الفيلا ديال المرحومة كريمة دابا الفيلا رجعت ديالك، خلتك كل الحوايجها قسما بالله ناض عليها الصداع، والنوطير فضيت لك معاه سكعت في السيني.
الله يعطيك الخير ديال الحاجة. اي تمصيره خاصك انا موجود في القهوة. الله يخلف هاد ديال الحاجة. سلامة. فين الشيخ؟ اين الحلو؟ انا البكري. كيف حالك؟ شتك عصر في هاد القهوة ياك لاباس؟ عاودي على الروتين ديال الخدمة وصافي. اش من روتين واش باغي تكذب عليا انا؟ لا عارفك ما تتقلش في القهوة وخا يخلص عليك الواحد. دابا قول لي علاش عصر هنا؟ دابا انت شنو؟ واش برقاك ولا صحافي؟ انا راني دفعت الاستقالة ديالي من الصحافة. علاقتي بالصحافة ولات هي هاد الجورنال تلقى. يا واش سيدي لا بغيتي تعرف هذيك الدرية اللي دارت كسيدة وتصب عندها الكوكايين في الطوموبيل. ناس انا في هاد الكلينيك. وحنا يسارين على راحتها. دابا قول لي علاش عاصرين هنا؟ اولا حيت فقدت الذاكره، ثانيا حيت هي المتهمه الوحيده عندها في هذه القضيه، ثالثا باش ملي تخرج من الكلينيك يكملوا مع التحقيق. شنو ارتحتي ولا مازال؟ اش غنقول لك؟ الله يشافيها والله يعفو عليك حتى من هذه القهوه. فوق راه قلبها بيع وش دابا نمشي ندبر على راسي. الله يطرف. وي غدا نعم سيدي. Tu mande quando te paria y te quito al mundo con amore. Ara shuf ashnu hna. Corazón, ya no te dio para amar
حجي تقيل عند البازار عزيز صافي عبيت تغبني ليا تما طلعي الو صباح الخير هذا مقر الجريده الله يخليك دوزي لي الصحفي عدنان ها ما كاينش ها هو غير متعاون واخا الله يخليك عطيني الرقم ديالو شحال ها بارك الله فيك الو صباح الخير سي عدنان انا بشرى صحفيه الله يخليكي لو كان ممكن نشوفك الو سعود داكور ميرسي نعم هي بشرى الصحفيه ولا لا بلا ما كنتش انا شنو غادي دير غادي انولي رونديفو ديالي معها وغنمشي معها بلا ما كنتيش تا واحد انا غنانولي رونديفو ديالي وغنمشي معها بشرى بقى حتى لدابا ما عاودتيليش القضيه اللي هضرنا عليها في الدريف دوزي تشرب باقي الحال يقول كليك انا صحفيه معتمده من طرف واحد المجله خليجيه كتناصر المراه وملي قريت الخبر اللي كتبتي على واحد السيده متهمه بالمخدرات كتعالج في شي كلينيك واحد الكلينيك انا اللي كتبته دخرة في حالي قلت أنا علاش ما نتصلش بيك تعاوني ندير معها ستي شوى بخاطر صغير ومن بعد ومن بعد المجلة غتهلا فيك نقولها من الصباح دابا المجلة كاينة التطويرة والطهرية أنا وياك حتى غنتلاقا أنا غادي نتصل بك وغنديرو جلسة غير عطيني العنوان غنعطيك ولكن شوفي ردي بالك راح غادينا البوليس علاش ما نعطيهالك بولي انا
لهم باش تاني باش تكلم. سمعتي بغا نخصني يمشي إلا بغيتي تبقى خذ راحتك هادشي كله مخلص تعاو تبارك الله عليك غريبة كون هاني نعمس رقيتنا بجوج بوليس انا على خاطري انا اللي خدام اصاحبي عتقلي اخويا عتقلي بشي 5 دوغات عندي شي ولا بل بل ساهل فيا الله 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 يحفظك الله شي 5 دوغات وهادي هما الفشل كامل هادو شنو باغي شي بلان اخرى ولا شنو هذا بغيت لا بلان لا والو صافي عاد خد هادو غادي نزيد من بعد نجيب الكاسك تخلصني تخلصني بالسلسله لما ديال خالتك باغي تشريها ليا صافي بانو السلسله ديالي يا صاحبي هاد السلسله هادي ماشي ديال خالتي وديال التمام حسب بلاد الفلوس صافي غادي نجيب لك كاسك الله يحفظك شوف هاد المره غادي نغمض عيني مره اخرى ما نتفاهمش معاك فهمتيني هاك شد ديرها بريميرا ماشي السلعه ديال شيلوا صافي صافي غير سير ودابا مفضل عليا هاد الكفته هذا هاد المخي هذا راك غالط حنا راه ماشي لبعضياتنا انت من طريق وانا من طريق الله يخليك مراد ما نصلحوش لبعضياتنا وهذا يصلح لك هذا سمع عليك مراد الله يخليك اسكت الكفته اللي عندك باك شفار كيدور لي سخوان في عباد طلق طلق اللي خوي في عباد الله ودابا يدي لي احسن حاجه كاينه في حياتي بغيت يديها ليا تصدق راه يمكننا غير بالحوار نتفاهموا هذا الحوار الكفته اللي عندك اسكت اسكت وقف بابا اجي هنا
اطلق اطلق قعد قعد قف زيد 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 هزت القشاقل ديالك يا العصمة تشطي زيد ازنو اخسك زيد 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 رضوح ضرب 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 غني يا حالي فمك غني ضرب ضرب اليوم عاش عزيز عليك كاين السيد اش وقع مراد ولدك يا سيدي انا با فين هو مالو سي اش دار ياك لاباس واش كاين انا ولا ما كاينش كاين سيد سير عيطي ليه راه مغول في واحد البيت ما كيقدر حتى شي واحد يدخل عنده لا حنا ولا اختو اسيدي اش نعمل عاود نسيتيني ما جاوبتينيش انا معليش حسبوا علي اول مره وانا غنخدم لك نفسي لعشر مره انا الدكتور عثمان ونجبي المهني انني نساعدك
ولكن حتى انت خصك تساعدينا. اش قلتي؟ ما عرفت، انا ما درت والو، ما عارفه والو. ماشي المهم تعقلي، المهم هو تعرفي اش كديري دابا. خذ هذا القلم، اكتبي اي حاجه كتشوفيها. شكون انا؟ فين حنا؟ اش كنديروا؟ اي حاجه يلا اكتبي. لا لا ده واحد جيب واحد. اش كتعرفي على حياته؟ انا سيدي ما مدخلاش في حياتها. انا اللي كنعرف عليها باللي هي كانت متازمه وكانت ما كتحملش اختها. اختي حياه ضحكوا على الوضع حرام، حنا ما فحالناش وما عندناش وحمد الله، عمر شي واحد ما قاسنا. واحده بنتي الغبره مني كتشريها؟ الغبره ما كنشريهاش الشاف، انا ما قررت باش نمنعها من داك السم، لانها كتجي واحد الحاله كتسحر كيولي فيها 10. دايما الله يخليك اختي، الله يخليك هاد المره عافاك يا اختي على الباب. الله يرضي عليك بنتي، انا راه كنعرفك بليا وكنعرفك بلي عندك مشاكل مع الخبره، وانا غادي نعاونك وغادي ناخذك للسبيطار وغادي تداوى وغتولي مزيانه. غير قولي لي كلشي. والله ما كنعرف شي واحد الشاف، والله ما عمري ما شفت شغل هنايا. بنت لك شي حاجه ولا شتي شي حاجه نجي عند الكوميساري، ولا بنت لك شي حاجه هاد الليله من الاحسن انك تتصلي بيا. قال لك بالو شنو هو؟ سبني على لاكارت. لاكارت دقي لا هانيه بخير. لا شي حنش واحد الحاجه. نعم قلت لاكارت ماعرفش نعم الحاجه واخ. لا كوني هاني حاجه. اها صافي. ما
خير مريم. صباح الخير دكتور. ايوا لاباس، حالتك تحسنات، ما بقى لك والو تخرجي. ميرسي. بطبيعة الحال دكتور، راه بقاو غير الفشوش. طلعها البيت ديالها ترتاح. داك يا دكتور. الله يخليك لا شومبر ديال ناديه بن علي. شكون نتوما لالا؟ حنا عائلتها. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين غادي يا لالا؟ نعم يا سيدي. الله يجزيك بخير، عندنا واحد المعلم يمكن لك تديه معكم. كاينين لكن على ضمانتكم علاش لا؟ سي حسن
ميخسى الشيف لا يخطيك، هذا هو المخزن وإلا فلا. تصوروا أنا رجل تعليم خالص لوزارة التربية، لوجه الله مقر عملي في فجين عميق وبلا عنوان، وغدا غدا عندي العرس. تصوروا بلي غدا عندي العرس بالفرحة ما قديتش نشد الكار، وطاحت عليا فكرة وأنا نجبد 50 درهم بحال هكذا. أويلي فين 200 درهم اللي كانت معها 50 درهم؟ أويلي عباد الله أويلي. ألو وي سافا؟ لا كلشي مزيان. إيه من بعد نهضر معاك. شوف لا قربت ندخل لطنجة، شوف أنا غادي نسبقكم الفيلا حتى تجيو داكوغ. يلا هاتو تالوغ. الله يعاونك أستاذ. نعم موطور راه سخن، نزل جيبنا شي بيدود الماء. واخا زعما انت الراجل ياك، خلي لي الزين. فشلات من جهه ومن جهه اخرى السياره معلومه في طريقها لطنجه، وجهاز التعقب توضع عليها بنجاح. نعم واخا احتراماتي سعاده العميد. مازال شد فيها. بغيتها تفيق دابا دابا. احترامتي السيد العميد الممتاز المحترم، بطبيعة الحال أنا في طنجة دابا، ولكن بالنسبة للأمن ديال طنجة احتراماتي، إذن دابا الآن أنا غادي نتوجه لهذا المكان. احتراماتي سيد العميد الممتاز. صلاحوش ليا درت الكبده اللي ما عندهم يديروها. اش بان لك نايم فرصه فيرين؟ نايم فرصه فيرين فهمت اللي نديجو يش ميا يار يار اللي نديجو يش ميا يار يار حسنا حسنا طرمت يدي
لا توضع ما قول. اجي هنا.
شبالك سي كريم؟ انا كيبان لي سي حليم بلي خيوط القضيه بنت وحسن اعترفت بلي ناديه ما عندها حتى شي مسؤوليه، ولكن بغينا نعرفوا شكون هما اللي دار الكسيد للناديه، شكون اللي حط الكوكايين وهزو، او طبيعه الحال شكون اللي هرب ناديه من الموقع. هذا بالنسبه لي انا باقي مجهول. مازال مجهول السي حليم غير الى حين. بالحق نجيبوه الى حين، نجيبوه. حتى تصليبيه وما عنديش الغوشاج باش نتصل بيه. فين نمرة التليفون؟ واخا نعم سي حسن، خذها 075 077 97 96 00. هانت غير كون هاني، الحاجة راها في عينيا. أنا راه حتى من بنتي صغيرة خليتها غير مع الجيران على قبل الحاجة. تهلا يا بنتي تهلا. واخا سي حسن. الو الو، شكون؟ حليمه هادي؟ ايه هي هادي حليمه، ياك لاباس؟ هذا السبيطار ديال بنو سينا، بنتك راهي فيه. امتى؟ ساعه هادي؟ اويلا بنتي انا جايه دابا، انا جايه اويلا بنتي. خير الحاجة. داري خرجي خرجي الجاج ما عليا داري خرجي كنت خدامة بيك شحال من عام حمقى وانتي مجرمة باش درتي هاد الفيلا مسحوق الشيطان اللي كتبيع ولاد الشعب وكتقتليهم معني مني بغيتي تقتليني ها
أعطيني الرجاجة ليمون. حليمة ما كايناش الحاجة، كاين أنا وكاين هذا. شوفي طوبي اللي بغيتي أبعدي مني هذا الدخان، هذه قتلني. بغيت نعرف فين درتي مسحوق الشيطان، فين مخبياه؟ شتي اكتفت الفوت بعد كل شيء، شديري الحلقة، شديري. شوفي بقى شي حاجة هنايا عند راسي، انا مش مكفيك، اعطيني الشجاعة غادي نموت. هاي ما صخياش بيه مستع عند راسك. اعطيني الرجاجة، اش كديري؟ اما غادي تعيطي. شوفي انا الفلوس هادو. الو شكرا. اذا دابا قريتي النظري، شوفوا التطبيقي. تفضل. كنشكركم، اليوم حالتكم تحسنت الحمد لله. معنا صديق حليم اللي هو مهتم بالوضعيه ديالكم واللي باغي يعرف اشنو هي الظروف اللي دفعتكم لهالآفة. إذن كنطلب من كل واحد منكم باش يحكي لنا على البداية الحالة ديالو بكل صدق وبكل حرية اللي عرفتها فيكم. الاسم ديالي لطيفة، أنا نبغي نبارطاجي معكم داكشي اللي عشت. في أيامات الليسي كنا كنديرو دي سوربريز بارتي، وكان كل سبت كنا كنتلاقاو في دار واحد من الدراري، وواحد من الدراري كان ديما كان كيجيب معاه الغبرة هذا مال الكوكايين. الدراري بداو كيشموا معاه من بعد، وحتى انا بديت معاهم، بديت انا غير بالضحك. شما صاحبي اي اللي نهار صاحبي ما دا ما جاب تبلا مره تسميت ومنشط وضحكت. ما كنتش عارف بلي ديك الضحكة تولي دموع، دم خارج من القلب. انا يوسف باقي عاقل، كنت في عمري 16 عام. كنا حنا ثلاثة ديال الدراري عشرانا، كل الهم ديالنا نكونوا واعرين وبانوا عايقين قدام 16 باش ناتيريوهم لينا.
كان خو صاحبي تيقرا في كندا وباش تيجي تيجيب معاه الكوك. وليت ندير شي حوايج بزاف مني ما عمري ما فكرت نديرهم، ولكن الليطة اللي كنت كنكون فيها كانت قوية عليا، كنت ما كنتش كنحس براسي كندير. الدراري ولاو كيبيعوا في الحميم. فليت كل نهار شنقلب على ديك النشاط وديك الطيرة. الدوزة كتزاد والنشاط كيهود تينقص. وليت كنشفر واش قديني فلوس. وليدي عاقو فيا وليديك هادوك. بقيت مع الدراري 4 شهور تنضربو الكوك ستار مور ستار، حتى حسيت براسي وليت اكخو. وليت بغيت نعش في الليل، وليت نحلم بالكوك. خصني الكوك، الماكله ما خصنيش، ما تنبغيش ناكل مشات الشاي، خصني غير الكوك. هضروا معايا، حاولوا معايا. الساعه اللي كيضرب تخرج من هنا واش تخرج من الليل. ما تسوقتش ليهم، حبسوني. هربت، خرجت للزنقه. حاجه تخيله جربتها في الاخر وليت تنسعى. فلوس ساعه ما ممكن ندير والو. في الدار تلقى الوالد والوالده ديما تيدابزو، شي تيسب في شي. ما بقى عند الحياه ديالي حتى هدف. تنخرج في الزنقه تنشوف دراري مجموعين بعضياتهم، تنتفكر راسي انا وصحابي بلي بحال دوك الجمعيات هما اللي خرجوا عليا انا. كنت كنشم بحق بق كنسمع كلمة خطى الوالدين حشيشي. باقي كنشوف الشوفة الناقصة. شفت والدي المهرسة تقول ماشي هذا هو سهيل اللي كنا باغين. انا دابا مرضت، انا دابا حياتي ما بقى عندها حتى معنى. شندير انا، انا شندير كاع والو، ما عندي حتى هدف. اجلس في الدار بون غيان. انا جامي ما فكرت نخرج لهاد الطريق ولا نبدا نقدر نبيع لحمي على شي حاجه سميتها الكوكايين.